طقوس رمضانية بكل النكهات. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة رمضان. وطبعا احنا اول رمضان هقضيه مع مراتي السنة دي، فلسه مش عارفين الدنيا هتبقى معانا ازاي، بس ان شاء الله يبقى احلى رمضان في حياتي لاني اخترت احسن زوجة ليا في الدنيا. ده كلام جامد، ده كلام حلو قوي ما شاء الله، شافوه يا جماعه شافوه بجد. احكي لي بقى يعني يومك ماشي ازاي في رمضان؟ في شغلك من بدري ولا متاخر؟ لا شويه؟ لا انا طبيعه شغلي متاخر شويه، لكن هو يوم عادي جدا. انتوا لسه متجوزين واول مره بتحضروا رمضان مع بعض، عملتي له اكل ايه النهارده؟ النهارده حماتي اللي طبخت بقى اول يوم، فمعزومين عندها. يعني رمضان بيتلخص في جو بيبقى صيام طبعا معظم اليوم وصلاه وشغل. طقوس رمضانية بكل النكهات، فانوس ومطفى ومسحرات، قطايف وقمر الدين وتمر هندي، وكل ده في برنامجكم ليالي رمضان على العقارية تيفي.